وقت خروج خاضع للبداء. عن الباقر عليه السلام قال: إن الله وقت لهذا الأمر 70. فلما قتل الحسين بن علي اشتد غضب الله على أهل الأرض فوقته 140. فلما حدثناكم وأذعتم حديثنا لم يجعل الله له وقتا، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. إذن وقت خروج خاضع للبداء، أي أنه خاضع لظروف معينة، إذا تحققت خرج، إذا تنجزت تلك الظروف خرج. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الدعاء الصحيح المعتبر الوارد: اللهم عجل فرجه. طيب إذا إلى وقت معين، ما إلى معنى نقول عجل فرجه بعد، صح ولا؟ إذا هو وقت معين لا يتقدم لا يتأخر، إذن لا معنى للدعاء. نفس هذا الدعاء اللهم عجل فرجه هو بنفسه دليل على أن وقته قابل للتقديم والتعجيل إذا تحققت ظروفه وتنجزت أسبابه. لذلك واحد يقول وش يفيد دعائنا؟ يفيد دعائك. الدعاء من أسباب تعجيل خروجه، نفس الدعاء دعاء المؤمنين هو من أسباب تعجيل خروجه ومن أسباب تقديم يومه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. نفس هذا الدعاء اللهم عجل فرجه هو بنفسه دليل على أن وقته قابل للتقديم والتعجيل